من جانبه أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن عميق فخره واعتزازه الكبير لما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من مضامين وطنية شاملة تعطي دفعة جديدة لشعب البحرين المخلص لمواصلة مسيرة الإنجازات والعطاءات الوطنية. وأشار معاليه إلى أن الخطاب السامي جاء مؤكدا للنهج القويم والاستراتيجيات الحكيمة والخطط المدروسة التي تتبعها مملكة البحرين، وهو ما شكل انطلاقة جديدة نحو جعل البحرين دولة المؤسسات والقانون. وأشاد الصالح بما تفضل به جلالة الملك المفدى في كلمته من إشادة كبيرة لأهل البحرين الكرام لقيامهم بواجباتهم الوطنية والدستورية من خلال توافدهم المنضبط والمسؤول على صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية، مؤكدا معاليه عزم مجلس الشورى على القيام بدوره إلى جانب مجلس النواب والحكومة الموقرين لإنجاح أعمال الفصل التشريعي الخامس. وقد نوه معالي رئيس مجلس الشورى بتضحيات شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم لنصرة مملكتنا العزيزة ولحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.